بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أتمنى تكونوا في أفضل حال، ومرحبا بكم في قناتي الزد سي اش تخين 94. إذن بالنسبة للإخوان والأخوات اللي كيعانوا من طول مدة تصدير الفيديوهات ديالهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا اليوتيوب، اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد البرنامج رائع ومتميز ومجاني كذلك، بالإضافة إلى أنه الهدف ديالو أنه كيضغط الفيديو الأصلي باش ينقسم الحجم ديالو باش تسهل الحمل ديالو، كما أنه ما كياخدش مكان كبير في الحاسوب. إذن البرنامج راه معروف اللي هو هاند بريك. إذن باش ما نطولش عليكم، نمشيو مباشرة إلى جوجل هاند بريك، غتلقاو الرابط في صندوق الوصف بالنسبة للإخوان اللي عندهم 32 بيت أو 64 بيت. إذن نمشيو مباشرة إلى هاند بريك، نقر عليه، غتخرج لنا هاد الواجهة مباشرة. ديماري، نبداو التحميل ديالو. كالعادة الخطوات المعروفة. إذن بالنسبة للأيقونة ديالو كتكون بهذا الشكل، هيا فيها الأناناس بعد الفواكه إكسوتيك. إذن غادي ننقر عليه، إذن الواجهة الرئيسية ديال البرنامج كتكون بهذا الشكل، وهو بالإضافة إلى أنه بسيط الاستعمال. اذا غنمشيو اولا الفايل، يعني غادي نمشيو للملف اللي حنا بغينا نضغطو او الفيديو اللي حنا بغينا نضغطو، كنكليكيو هنا الفيديو الرئيسي اللي عندي انا سميتو السلام عليكم، كنكليكي عليه باش نستوردو. اذا في ثلاثه نقاط، اولا غنختارو ديستيناسيون الاتجاه فين حنا بغينا نحطو النتيجه ديالنا. كنمشيو للبراوز، انا بغيت نخليه في نفس الملف. اذا غادي السلام عليكم ديال 02 اونجستري، انا غنمشي للويب اوبتمايزد، غنكليك عليها، ثم غنمشي لهنا بيكتشر اوتوماتيك، ندير نون، تمشان فيديو كونستانت كواليتي غنخليها 26 فقط. هادو هما الحركات اللي غندير، ثم غنبدا كليك على بداية ضغط الفيديو. وكيف كتلاحظوا هنا في الاسفل الشريط اخضر غادي يبدا يبان. اذا باش ما نطولش عليكم، في انتظار انه تم الضغط ديالو بالكامل سنعود ان شاء الله بعد قليل. اذا البرنامج هو قرب يكمل العمل ديالو، بالاضافه الى انه هاد بعد ان هاد البرنامج كيحافظ على الجوده ديال الفيديو كما هي، لا من حيث الصوره لا من حيث الصوت، بل هو بالعكس ان بعض الاحيان كيكون فيديو كيحتاج الى ساعه او ساعه ونصف للتصدير ديالو لليوتيوب مثلا، من بعد ما الضغط ديالو عن طريق او بواسطه هذا البرنامج يعني في ربع ساعه او 10 دقائق. اذا ها هو العمل تاعها، غنمشيو ان شاء الله الى النتائج. اذا كيف كتلاحظوا معايا هنا، الفيديو الاصلي اللي هو السلام عليكم 01 كان في 23291 كيلوبايت. النتيجه اللي حصلنا او الفيديو اللي حصلنا عليه يلا 2625، يعني تقريبا 80% ديال الحجم ديالو تخلص. وكيف عاود قلت لكم بانه راه ما كيأثرش من ناحيه الجوده ديالو. غنشاهدوا دابا الفيديو الاصلي ثم الفيديو الثاني وغادي تحكموا. ها الفيديو الاصلي
كتشوف هادو والفيديو اللي حصلنا عليه بعد ضغطه راه كيف كتلاحظوا ما كاين حتى شي فرق حافظ على الجوده ديال الصوره وديال الصوت كذلك كوني متاكدين من ذلك. اذا بهذا نكون قد كملنا الشرح ديالنا وكملنا التقديم ديال البرنامج هاند بريك. وكالعاده ما تنسوناش ان شاء الله بالدعم ديالكم بلايك بالاشتراك وتعليق او اللي عنده شي سؤال يتفضل. مشكورا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.